النساء بيعتبر التعنيف، التعنيف هو ذاته عنده أنواع، يعني تعنيف أنواعه كثيرة شديد، إذا بدينا من التعنيف النفسي أو اللفظي أو الجسدي. وفي نوع من التعنيف اسمه التعنيف الصامت. التعنيف الصامت ده بيتعرضوا له النساء بفئة كبيرة شديد، إنه ممكن يكون حرمانة من الدراسة مثلا، يعتبر نوع من أنواع التعنيف، حرمانة من إنها واجبات طبيعية ممكن هي تقوم بها. هنا بيجي تسلط للزوج إنه يمنعها، ده يعتبر برضو كمان من التعنيف. فعشان كده فئة النساء والأطفال من أكثر الفئات المعرضة للتعنيف. نعم. طيب لو جينا لكيفيات التعامل مع الأم في الأسر أستاذة فيها. كيفيات التعامل مع العنف الأسري، نحن ممكن نبدأ في جانب الأطفال بالتربية الحديثة. التربية الحديثة بتحل لنا مشاكل كثيرة من مشاكل العنف الأسري. الحوار، لغة الحوار، الأسرة اللي ما فيها لغة حوار إيجابية أكثر الأسر المعرضة للتعنيف. يعني انعدام الحوار، انعدام الكلام مع الأطفال، انعدام معرفة رغباتهم، الأشياء اللي بتضايقهم، الأشياء اللي بيحبوها، انعدام الحوار بيعمل حاجز كبير ما بين الأطفال وأسرهم، بيولد التعنيف. تاني ممكن عندنا من الأسباب اللي احنا ممكن نتفاداه في التعنيف، إنه الاختلاط أو عدم التمييز في الآباء ما بين إنه ده عقاب أو تعنيف. يعني بعض الآباء بيعتبروا إنه جزء من العقاب، مثلا أنا أقول للطفل لا أنت ما تطلع من الغرفة الفلانية لمدة كذا ساعة، هو شايف هنا إنه هو بيعاقب في الطفل، بينما إنه ممكن يكون أسلوب من أساليب التعنيف. فعدم التمييز هنا بيعتبر إنه نحن لو اداركنا في التربية الحديثة عرفنا الفرق ما بين إنه ده أسلوب للعقاب السليم وده أسلوب للتعنيف. التربية الحديثة هنا بيجي دورها إنه تميزنا.